السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات. يالله وأنا شاعر بشعري تغنيت، أترجمه واكتبه جوس طرلي، الشعر رسم شعور بيت ورا بيت، فيه أحسب الأطوال ملي بملي، أعبر الواقع ما هو وجدي، أو ليت واجمع مسائل كل فقرة وحلي. أنا أكره الجوال لا مني يبطيت، أحيان إلى مني تصفحت ملي، ما للرسائل هم وابطي ما رديت، ما هو جفا مني ولا هو تغلي، أحيان أخليه انشغالات ما أعطيت، ولا هو طبع لا جاتني جيت كلي. واليوم قمت الفجر طاعة وصليت، شبعان نوم وفي ارتياح المصلي، أخذت جوالي وأنا ما تقهويت، وقمت أتصفح وتعين وشلي، ولقيت دعوة من رفيجي وفزيت، الطيب اللي بس سمو متحلي، اللي على نهج الزحول النعاتيت، وانجل لزوم يفز له ما يولي، دعاني محمد كرامه ولبيت، وانا اعتبرها دعوة في محلي. دعاني محمد كرامه ولبيت، وانا اعتبرها دعوة في محلي، صميد عن يصبح على المجد ويبيت، ما هو لجل سمعة ولا هو تسلي، ألا على مبدأ شهامة وتوقيت، حر على رؤوس الرجوم متعلي، ألا على مبدأ شهامة وتوقيت، حر على رؤوس الرجوم متعلي، طيبه ما هو تطبيل شلة يبل فيت، ولا هو عشان يسجله بس سجلي، فطرة وسيرة مجد ما هو بتصويت، من راس ابوه اللي جنابه يسلي، مسعد زبون الكايدة طيب الصيت، نجم بنوره للجميع متجلي، مسعد زبون الكايدة طيب الصيت، نجم بنوره للجميع متجلي، ومحمد الركن اللي يثبت البيت، عون لابوه وللمواقف يظلي، صدره اللي ضاقت بغير السباريت، بشوش لا جاه المسير يهلي، يعطي كرم ما قال للناس سويت، محنك ما هوب خبل انفلي، ولا هوب لا خايب ولا هوب خرتيت، ولا شك في مكانته يوم حلي، وانا ادري ان في غنى يوم غنيت، لكن انا شاعر وبترجم لي في خاطري، لو كان بالمدح موفيت، ولعل شعر ما سما به يولي. سلامة الجميع.